الحداد وبالمراغة رياض مازال يرجع لعدلان، عدلان يرفعها بعيدة ليسددها مباشرة في اتجاهك. التغطية الجيدة للكرة يعني اليوم هي رسالة الوفاء من الشعب الفلسطيني للجزائر التي وقفت مع قضيتنا الفلسطينية على مدار أكثر من 70 عام. رسالتنا اليوم بأن الجزائر وفلسطين يد واحدة، رسالتنا بأن الجزائر ممثل العرب اليوم في هذا الحدث الأفريقي، رسالتنا اليوم بأن هذا الشعب يصنع المستحيل من قلب الحصار برغم قطع الكهرباء. هذه الجماهير التي تزحف اليوم بكل الساحات في ساحة الميناء وفي كل ساحات الوطن، هي رسالتها بأن شعب يعشق الحياة ويحب الحياة، وأنا لهذا الحصار أن يزول. جاي هنا عشان اشوف التجمعات هذه وننبسط ونعبر عن فرحة الشعب الفلسطيني للشعب الجزائري، واحنا بنحكي للشعب الجزائري والشعب الفلسطيني شعب واحد. وانا اجيت هنا بسبب انقطاع التيار الكهربائي في المنازل، حبيت اني اكون في وسط هذه الجماهير التي تشجع منتخب الجزائر، منتخب الجماهير الفلسطينية التي تشجع منتخب الجزائر. النشيد الوطني الجزائري بيقول وعقدنا العزمة أن تحيا الجزائر. اليوم فلسطين كلها قامت عشان تحيي الجزائر وتحتفل بنجاحها. هذه كاس افريقية مش كاس الجزائر لحالها، كاس العرب وفخر للعرب وفخر لغزة. احنا مع في قول للجزائريين، هم مع فلسطين ظالمة او مظلومة، مين احنا نقولهم؟ احنا مع الجزائر ظالمة او مظلومة. 1 2 3 فيفا الجيري. Yeah.